من الذي يريد تقسيم العراق؟ والله سعد، والله ليخسأن الأشرار وينتصر الحق. والله انت بس على كيفك لا تصير عصب، يعني اريد اياكم بهدوء اعصاب. يا حضرة القاضي، يا حضرة القاضي، الا تعرف مدى التجاوز الذي يحصل؟ من خالف الرجل يكون صدقه رحب. نعم رحب، رحب وسيبقى رحب. اكو ارحب من صدر صدام حسين بالكون؟ ان شاء الله. هسه عندك تريد ناقشة غير الشاهد؟ نعم نعم، من فضلك انطيني مجال. البداية كلها تبدأ لخلق فتنة بين العرب والأكراد، فأنطيك أمثلة. نعم. للتاريخ غير الأمثلة والشيء الموثق ما تحدثاني بهاي الجلسة. في أم المعارك اللي يسميها بعض الأشرار أم المهالك، لواءين شكلت جديدة في الحرس الجمهوري كلهم أكراد، تمام يا وزير الدفاع؟ كلهم أكراد، لواءين يحمون الحرس الجمهوري في الوقت اللي الحرس الجمهوري يروح يقاتل بالجنوب، يقاتل قوات التحالف في الكويت في أماكن أخرى. هذه واحدة. الأخرى أيضا وثيقة بعد الانتصار على العدوانية الإيرانية، زرت الكويت وفي الكود وفي التلفزيون والراديو أطلب هذا الشريط لأنه مسجل ما حد يقدر يخفيه، قلت أمنع الأجهزة كلها أن تعتقل كردي واحد أو تحقق معه، واللي عنده شكوى على أي كردي يشتكي يا صدام حسين، اتركوا لي الفرصة أن أتعامل مع شعبنا الكردي من غير تشويش الأجهزة التي ممكن أن تخطأ وممكن أن تصيب. هذه وثيقة رقم 2. لم أفعلها مع تكريت اللي هي مسقط رأسي، لم أفعلها مع البصرة، لم أفعلها مع نينوى، لم أفعلها مع كربلاء اللي بيها جدي، لكن فعلتها مع الأكراد. وقف القتال الله سبحانه وتعالى، بس الوسيلة كان صدام حسين. راحوا جو على الملا مصطفى وما اقنعوه، رحت له واقنعته بالحق، التقيت بالجزائر أنا والشاه إيران أيضا الله يرحمه، الميت والطيب مهما يكون لونه وأعماله هم الإنسان يقول عنه الله يرحمه. حلينا المشكلة. أتذكر سيادة القاضي، قبل ما صدام حسين يصل إلى بغداد انزتت 120 ألف قطعة سلاح وقعت على القاع، بس نسمع البيان 120 ألف قطعة سلاح زتت على القاع، وإحصائية موجودة، لأنه الحق هذا. أنا لو على باطل والله ما لما كان 120 ألف يصيرون 3 ملايين مقاتل، لم ينهب قلم رصاص واحد من أقصى العراق العظيم إلى أقصى، لا في 17 تموز ولا في 30 تموز. وإذا ماكو مشكلة بين العراقيين كعرب وكرد، يهمني لا يبان شعب العراق بالعنصرية وتقسمه، هاي تهيئة للانقسام. لا إن شاء الله ما تنقسم. نعم تهيئة للانقسام. ما ينقسم العراق. ما ينقسم. لا ما ينقسم. ما ينقسم العراق، لأنه عمره مو 20 سنة أو 200 سنة أو 300، عمره 9000 سنة، 7500 قبل الميلاد فقط من بدأوا يحترون على الآثار التي تشير إلى وجودها.